السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح صار زلزال في تركيا وفي شمال سوريا، يمكن مدته ما تجاوزت 1 2 3 4 5 ثواني، وشفتوا الدمار اللي عمله وشفتوا عدد الضحايا، وبقول الله يا رب يرحمهم لأخوتنا ويشفي المصابين ويرد الناس اللي لسه تحت الأنقاض سالمين غانمين لأهاليهم، وربي يكون معهم في مصيبتهم. تخيلوا زلزال هز أرضية لم تتجاوز 5 ثواني، شفتوا شو ساوت. بس لما أنا كنت أقلب بالصور وأشوف حجم الدمار وأشوف الهلع والخوف والفزع، ويا ربي يبعد عنا الفزع الأكبر، قولوا آمين، اتذكرت الآية الكريمة في سورة الواقعة: إذا رجت الأرض رجة، يعني إذا الأرض هزت، للتذكير. فهل من مضطرب؟ وتذكرت ترند كانوا بيرقصوا عليه بنات المسلمات وشباب المسلمين، وخاصة كمان بدي أوجه رسالة للسوريين بما إنه في ضحايا للسوريين، يعني كانوا يرقصوا عليه واللي هو كان وتمايلي تمايلي وبهزن، اللي مطلع مرته من هالعرب المسلمين، اللي مطلع أمه، اللي مطلع أخته، اللي طالعة هيك بايع حالها ورخيصة بطريقة مش طبيعية، وقاعدة ترقص للجمهور الكريم ببلاش وهي بتتمايل وبتهز، أو هو بهز والأنتني واصلة إنسو. شفتوا الهزة الحقيقية؟ هل من مضطرب؟ كملت تصفح وشفت حجم الدمار اللي عمله هذا الزلزال، وتذكرت دولنا العربية الإسلامية اللي وصلت مرحلة من الفجور والمجاهرة في المعاصي من شعبها، اللي بيكفر، اللي بيسب الدين، اللي بيعمل السبعة وذمتها، اللي بيدعم المشاهير السقط والرخص. فهل من مضطهد؟ للأسف أنا مش شيخ ولا داعي، بس أنا إنسان واقعي وبقول لك الحقيقة، هاي رسالة. هل من مضطهد؟ اللي بدي أوصل لك إياه وأوصل لك إياه إنه ما حدا بيعرف كيف راح يموت ومتى راح يموت. الموت ترى هو مش اشي مخيف على الانسان المؤمن اللي كل يوم بيصحى الصبح هدفه الاول ارضاء الله، اللي ما في قلبه حقد، اللي ما بيسعى الى نشر الشر والفتنة والعنصرية والقذارة والسقاطة. تعرف مين اللي لازم يخاف من الموت؟ الانسان اللي كل يوم بيصحى وبنشر السقاطة والرخص، الانسان اللي كل يوم بيجاهر في المعاصي، الانسان اللي كل يوم بنشر الفتن والعنصرية. هذا اللي لازم يخاف، هذا اللي لازم يتعب، هذا اللي لازم يراجع حاله. ترى إذا كنت أنت من هاي الناس العاصية، كلنا بنعصي وبنستغفر ربنا، ما بدك واسطة، ما بدك رئيس ولا مسؤول ولا وزير عشان ترجع لربنا. انوي وقول يا رب واستغفر ربنا وابدأ حياة جديدة، ابدأ حياة جديدة. هاي الدنيا مش مستاهلة تعملوا هاي القصص، دنيا زائلة. برجع بقول هل من مضطهد؟ شماله شماله، رسالة للمسلمين، دولك مش راح تنفعك، الكراسي اللي متمجدها ما راح تنفعك، عملك اللي راح ينفعك، ولا تطبل للباطل عشان كم دولار. اياك، مش مستاهل. زلزال بشيل دولتك ودولتي ودولة الكل ب5 ثواني، فلازم نطعن. وبشكر الدول اللي وقفت مع اخواننا في سوريا وفي تركيا زي الجزائر، الكويت، الاردن، قطر، لبنان، واكيد في دول تانية من العرب حيساندوا اخوانهم يعني، وربي يخفف عنكم المصاب، وبتمنى تدعموا اهلنا في سوريا لانه يعني اقسم بالله الله يعينهم. شتاء، برد، قاعدين بالخيم، وهسه زلازل، كان الله بعون الشعب السوري. وبتمنى من السوريين اللي بيترقوا على التيك توك وبيلموا الاف الدولارات تقفوا مع اولاد بلدكم. بتمنى هذول مسخمين، هم اللي دفعوا الضريبة، انتوا عايشين وطلعتوا فوقه. الله يكون معكم اهلنا في سوريا، تحياتي إلكم. هل من مضطهد؟ نسيت يا جماعة، تحيا الأمة الإسلامية الحقيقية، نتمنى أن تعود هذه الأمة. سلام.